السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي الفيوهات كلها موجودة، عايز أعرف إيه اللي موجود في شيت وإيه اللي مش موجود، ولو موجود يبدأ ياخد أول حرف. مثلا فرض إن أنا عندي معماري وإنشائي، وده مثلا ممكن يكون واخد مثلا حرف إي مثلا اللي هي إلكتريكال، وده مثلا واخد حرف إم ميكانيكال. فأنا عايز يبدأ يرتبهم. الفرد ده في معماري وإنشائي وكل حاجة، أقول له براوس أورجنايزيشن، وأقول له ديسيبلين، أقول له إيديت ترتبهم. ممكن ترتبهم بعد الديسيبلين، او ممكن خلينا نرتبهم مره واحده كده. هقول له هنا انا عندي بشيت نمبر، شيت نمبر تمام، هو هنا نم. طيب الشيت نمبر ده هيعمل لي كل واحده لوحديها. طب لا، ده انا ممكن اقول له ايه باول حرف، شوف الاول حرف بس، اقول له اوكي ابلاي اوكي. هتلاقي الحاجات اللي بحرف الام اهيت، الحاجات اللي بحرف الاي اهيت، الحاجات اللي بحرف الاي اهيت. دول اللي مش موجودين اصلا، دول لو علمت سيلكت عليهم هتلاقي ان هنا مش موجود، مش موجودين في الشيت. تايتل اور شيت مش موجوده، انما لما اتعلم على دوت مثلا هتلاقي هنا تايتل اور شيت مكتوب اسم الشيت نمبر والشيت نيم والريفرنس شيت وكل المعلومات مكتوبه.